Hello and welcome back with a new episode with Tips with Ibs. To continue this episode in English, be sure you enable the English captions. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم عليكم يا رب. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن خمس حاجات هتساعدنا ان احنا نطبق افكار كتير على الانستا ستوري. النهاردة هنرد على سؤال اغلبنا بنسأله، ليه في بعض البوستات الريتش بتاعها بيبقى عالي ومن ثم الانجيجمنت؟ طبعا ده بيبقى عائد لاسباب كتيره جدا. سبب من الاسباب دي ان الالجوريتم بتاع المنصه بيشوف الكونتنت بتاعك اذا كان يبان للناس او ما يبانش. النهارده هنتكلم عن او الالترناتيف تاكس او العنوان البديل. اول سؤال، ايه هو العنوان البديل؟ هو شورت ديسكريبشن او شرح مبسط عن الكونتنت او الصوره او الفيديو اللي حضرتك رفعه، بحيث ان انت تسهل على الالجوريثم نفسه بتاع المنصه ان هو يفهم ايه هو البوست او ايه هو الفيديو اللي حضرتك رفعه. ليه بنستخدم العنوان البديل او الالت تاجز؟ المنصات بتستخدم العنوان البديل علشان تساعد الناس ضعاف الرؤيه او اصحاب الهمم ان هم يعرفوا ايه هو الكونتنت الموجود على المنصه بتاعتهم. ده من جانب. من جانب تاني بيساعد طبعا في الـ SEO. كنت زمان بخاف من كلمة SEO او الـ Search Engine Optimization، ولما كنت بسمعها بشوف كودينج قدام عيني وبحس ان هي حاجة معقدة تماما. باختصار، العنوان البديل بيعزز من فرص ظهورك في محركات البحث او على المنصات نفسها. تالت سؤال، طب نطبق ازاي العنوان البديل؟ هنبدأ نشوف اول منصة هي الانستجرام. هنبدأ ان احنا نرفع صورة، نضغط next، هنا هنكتب الكابشن اللي احنا عايزينه وهنضغط على advanced settings، هنضغط على write all text. طبعا انا عارف ان اغلبنا ما كانش بياخد باله منها، وهنكتب وصف للصورة دي مختصر جدا. هنكتب this is a grand mosque of أبو ظبي، وليكن هو ده الشورت ديسكريبشن. وهنبدأ ان احنا نعمل شير للصورة. هنشوف ازاي نضيف العنوان البديل على الفيسبوك. دي البيج بتاعتي على الفيسبوك، لو ما عملتش لايك ياريت تعمل لايك، اللايك ببلاش. هنيجي هنا وهنرفع اي صورة سيرتيفيكت، وبعد ما الصورة يتعمل لها ابلود هلاقي فيه هنا edit photo، هقف عليها وهلاقي على الشمال alt text، وهكتب هنا short description this is my وبسيب حاجة مختصرة او description مختصرة عن الصورة عن ايه، وبضغط save. كده الصورة بقت تحتوي على بعض المعلومات او short description. تالت حاجة هنشوف دلوقتي ازاي نضيف العنوان البديل او الالترناتيف تاج على لينكدين. هنختار اي صورة ولتكن نفس الصورة، وهلاقي هنا اد الت تاج او الت تكست، هضغط عليه وهضيف هنا وسيب عنوان مبسط او شرح مبسط عن الصورة، بضغط سيف، بوم، تبقى كده الصورة جاهزة. اخر بلاتفورم او منصة هي تويتر، ولازم اكون متأكد ان الامج ديسكريبشن هنا انيبلد، وبعد كده بروح على الهوم بيج بتاعتي، بختار اي صورة وبلاقي هنا ظهر لي الاد ديسكريبشن، بضيف اي ديسكريبشن للصورة اللي انا عايزها. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش ان انت تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس بحيث ان يوصلك اي فيديو جديد. ياريت تسيبولي في الكومنتس تحت حابين ان انا اتكلم في ايه عن المواضيع اللي جاية. شكرا ليكم.